النهارده هنعمل مع بعض كرواسون نباتي. المقادير 4 كوبايات دقيق ابيض لجميع الاغراض، حوالي كوبايه ونص لبن اللوز، ممكن نستعمل لبن الصويا او ممكن نستعمل لبن جوز الهند او ممكن نستعمل الميه، ربع كوبايه سكر، نص كوبايه مارجرين او ممكن نستعمل السمن النباتي، معلقتين صغيرين خميره فوريه، ربع معلقه ملح، ونص كوبايه مرجانين للمره الثانيه. المرجرين دي علشان نفرد بيها العجين. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في العجان هنحط الدقيق ونحط عليه السكر ونقلبهم مع بعض. دلوقتي هنحط نص كوباية المارجرين ونخلطهم لغاية لما الدقيق يشرب كل المارجرين. كده خلاص الدقيق شرب كل المارجرين وبقى عامل زي الرمل. هنبتدي دلوقتي نضيف الخميرة الفورية ونقلبها مرة تاني معاهم. هنضيف الملح وهنضيف لبن اللوز بالتدريج. كده خلاص العجينة اتلمت، هعجنها كمان 5-6 دقايق. بعد ما عجنت العجينة كويس حطيتها في بولة وحطيت عليها شوية زيت وهغطيها كويس بالبلاستيك راب. هحطها دلوقتي في مكان دافي زي فرن بوتاجاز وأولع عليها لمبة الفرن واسيبها تقريبا من ساعة لساعة وربع لغاية لما العجينة تخمر وتتضاعف حجمها، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. العجينة خمرت واتضاعفت حجمها، هنبتدي دلوقتي نشكلها. هنبتدي نقطعها على 10 حتت وهنكورها. بعد ما قطعت العجينة وكورتها هغطيها واسيبها 10 دقايق ترتاح. دلوقتي هنبتدي نشكل العجين، احط شوية دقيق وابتدي افرد كرة كرة مدورة، وده تقريبا بيبقى شكلها. وهنخلص كل كمية بنفس الطريقة. بعد ما فردت العجينة مدورة هبتدي واحدة واحدة احط عليها نص معلقة من المارجرين، هحط عليها واحدة تاني، واحد تاني، وهنفضل على كده لغاية لما نخلص كل الكمية، واخر واحدة حطيناها مش هنحط عليها مارجرين، ونبتدي نفردها على قد ما نقدر، الأول بإيدينا بشويش عشان المارجرين ما يخرجش منها، وبعدين بالنشابة. بعد ما فردتها كويس جدا هبتدي دلوقتي أقطعها. بعد ما قطعتهم هاخد واحدة واحدة أبرمها زي الكرواسون، بس قبل ما أبرمها هقطع حتة صغيرة من النص عشان تتبرم كويس معايا. وده الشكل بتاعها بعد ما لفيناها، وهنكمل كل الكمية بنفس الطريقة. بعد ما شكلت كل الكرواسون هحطه دلوقتي في مكان دافي زي فرن البوتاجاز واسيبه تقريبا ما بين 30-40 دقيقة لغاية لما يخمر ويتضاعف حجمه، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد ما الكرواسون تضاعف حجمه وخمر للمرة التانية، محضرة هنا معلقتين عسل اسود وعليهم معلقتين مية، ودوبتهم كويس وهدهن بيهم وش الكرواسون علشان يحمر بدل البيض. بعد ما دهنت وش الكرواسون هدخله دلوقتي في فرن البوتاجاز اللي متسخن قبل كده على درجة حرارة 400 فرنهايت، وهسيبه تقريبا ما بين 20-25 دقيقة، ونرجع نشوف لما يستوي هيبقى شكله ازاي. وده شكل الكرواسون بعد ما خرج من الفرن، قعد تقريبا 20 دقيقة على درجة حرارة 400 فرنهايت. يبقى ريحته جميلة جدا جدا وطعمه بيبقى حلو جدا. لو فتحنا واحدة مع بعض زي ما احنا شايفين مورق خالص وبيبقى طعمه جميل جدا جدا، بيبقى زيه زي بالزبدة بالظبط. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.